صباحكم الله بالخير واهلا وسهلا بكم من جديد، وصباحكم وارد وصباحكم حلو بحلاوه قلوبكم. اكيد مكملين احنا معاكم مشوارنا الصباحي بالعاده كما جرت العاده يوميا بتمام الساعه 10 صباحا، ونكمل معاكم لغايه 11 الا شوي يعني تقريبا يوميا احنا معاكم عدا يوم الجمعه. بنطلع على الناس الطيبه وبنحكي مع الناس الافاضل، شرواكم اكيد من خلف شاشه بتجمعنا مع كل الناس داخل الوطن وخارج الوطن، بنقرب وجهات النظر، بنضحك مع بعض، بنحكي مع بعض، بنعيد على بعض، وبنشارك بعض الأفراح والأحزان اللي الله لا يجيبها لا علينا ولا عليكم، ولكن دائما إحنا موجودين معاكم إن شاء الله تعالى، والله يقدرنا ونضل معاكم بنفس واحد إن شاء الله تعالى. اليوم أنا وياكم بمطبخ التلفزيون الأردني، صراحة بدنا نساوي كفتة. أنا مبارح فتت المول براسي وصفة تانية، بس لما شفت هذا الحجم من قرن الغزال من اللي هي الفلفل صراحة مباشرة راح عقلي لوصفة أنا شفتها بتركيا بمنطقة أنطاليا بمطعم سياحي للأمانة، وهذا الحجم من اللي هو صراحة الفلفل بيكون حلو كتير. رح نشتغل بطريقة الحشي، ورح نحشي كفتة إن شاء الله تعالى على طريقة مطبخنا الكريم. فأكيد إحنا كسيدات بنعمل الكفتة بأشكالها وأنواعها، وإحنا هون حتى كمان الكفتة زهقت منا قد ما طلعنا فيها بوصفة، ولكن اليوم بدنا نحشيها على طريقة المطبخ التركي مع شوية تعديلات بسيطة تناسب مطبخنا الأردني وتناسب ذوقنا بالأكل، هذا أهم إشي. والطبق الثاني أكيد رح يكون حلا، والحلا رح يكون حلا القهوة مع القشطة. أنا صراحة من عشاق القهوة، ما إلي على أي إشي ثاني من المشروبات الساخنة، ولكن القهوة التركية هي سيدة الموقف. فدائما اللي بيشرب قهوة كتير بحب ياخد له هيك شارز خفيفة أو لقمة من قطعة حلو يوم الجمعة مع فنجان القهوة السادة مثلا، ممكن ناخذ من قهوة نجدية إلى آخره. فأنا بما أنه عندي هلأ صيف وقت شوي مليان وفل مع ضيوفنا المغتربين، فأكيد أنا كست بيت بحاجة لطبق حلو مشخص، وبنفس الوقت يصير معاي 10 دقائق ربع ساعة مع طحن البسكوت تمام، وبدنا نسيح الشوكولاتة. فإحنا تقريبا عم نحكي عن تقريبا نص ساعة تلت ساعة لحتى نجهز الحلا. خلينا نشوف كل التفاصيل على الهواء مباشرة. بنشوف المقادير كالعادة زي ما أنتوا تعودتوا علينا، مقاديرنا هي أشياء بسيطة موجودة بكل بيت، أتمنى إن شاء الله يعني إن شاء الله أنه الخير موجود عند الجميع. وبعدين بدنا نطلع بطبق، وبعد الطبق بدنا نحط له بابيونة وشوية منكير ومكياج لحتى نقدمه بالطريقة اللي بتناسب الجمهور الكريم. رح نستقبل اتصالاتكم من خلال الهواء مباشرة، وأكيد رح نشتغل بمواد التجار وخليني أحكي شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ نأخذ المقادير مع بعض، وبعدين إحنا جاهزين نستقبل اتصالاتكم وأي سؤال. أهلا وسهلا وميت مرحبا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لتحضير فلفل محشي كفتة مع دبس الرمان بدنا فلفل، هذا اسمه قرن الغزال حلو، أخضر أو أحمر موجود منه بالسوق، كيلو لحمة مفرومة ناعم، وجهين على المشط الناعم احكي له بديها كفتة، معلقة كبيرة من دبس الرمان وبقدونس مفروم وتوم مهروس وملح وفلفل من الكسيح، بهارات 7 أو بهار مشكل من إسناد. بدنا كمان بابريكا خشنة بالإضافة إلى هاي المطحون وزيت نباتي. للصوص عشان نطبخهم بالفرن بدنا كوب ماء مغلي مقابل وكوب من عصير البندورة ومعلقة كبيرة من دبس الفليفلة، إذا ما عندك حطي معجون طماطم بيزبط، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان وملح وفلفل. عشان نقدمه رح أفلفل شوية رز أبيض مع شعرية محمصة، وكمان حمصت شوية لوز، وهي إحنا موجودين هلأ معاكم مباشر من خلال صفحة مطبخ التلفزيون الأردني وكل صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لصفحة يوم جديد الصفحة العامة لبرنامج يوم جديد، وإن شاء الله بنكون إحنا دائما معاكم على الخط. بالنسبة للحمة الكفتة وللتنويه الأرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة، فأهلا وسهلا بكم، وإذا ما علق معاك الخط بيكون شوية ضغط على المقسم، فحاولي وإن شاء الله بنكسب صوتك الكريم على هالصبح الحلو. هلأ إحنا لما بنقول كفتة إذا إحنا عم نحكي عن قطعية لحمة. هلأ عادة صراحة الكفتة بما إنها مطحونة فبتلاقي ستات بتميل لأنواع مختلفة من اللحوم. أنا عن نفسي بجيبها عجل بلدي، بس عشان تكون طرية شوي اختاريها من منطقة التشك، أو اللي لعطنيها من فوق من الكتف للعجل، زائد أني أنا بصراحة إذا أنتوا شايفينها عبياض أنا بطلب من اللحام يحط لي معاها لية خروف بلدي،
مشان هيك عندي لا بتطلع ناشفة ولا بتطلع على بعضها ولا بيروح لونها ولا إيش، مع إنها عجل مش خروف. تمام، إذا كان وفي خروف مش غلط أخلطي معها شوية خروف. هلأ إحنا رح نجيب خلطة اللحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، كمان رح أنزل عليها بصل وبقدونس، هاي بقدونس رح أحط عليها بصل، مطلوب منك تعصريه من ميته زي ما اتفقنا كتير بهالطريقة. أنا ما ذكرت كمية البصل والثوم صراحة لأنه أنا بالنسبة لي هاي أمور شخصية، فما بقدر أنا أقول لك حطي كذا وكذا، لا أكيد بدنا نراعي إنه وجود الصبايا الجداد المتزوجات الجدد اللي فتحوا بيت جديد، فنوعا ما يعني ما بعطي مقادير للبصل والثوم كرمال إنه هاي أذواق. هلأ بالخلطة من جوا رح أحط دبس رمان، فلفل رومي أخضر، إذا بدك تطحنيه على ماكينة اللحمة وتحطيه معها بصير، بس صراحة أنا ما أحط لسبب، لأني أنا بدي أطبخ جوا فلفل، ففلفل جوا حشوة اللحمة واللحمة جوا الفلفل كتير، هيك صار عندي نكهات قوية، فأنا رح أكتفي فقط بالفلفل اللي أنا رح أحشي فيه. تمام؟ هلأ بالنسبة للبهارات بدنا ناخد بهار الفلفل الأسود من الكسيح، بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا نحط كمان شوية ملح برضو كمان من الكسيح، ونصبح على الكسيح وكل منتجاتهم الله يعطيهم ألف عافية ودائما إن شاء الله إلى الأمام. رح أنزل شوية زيت نباتي عشان تستوي اللحمة جوا الفلفلة أو الفلفل، وكمان رح أنزل هيل مطحون ناعم، يعني هاي اللمسة الشرقية لابد منها، وكمان رح أحط البابريكا الخشنة عشان تعطيني اللون الحلو للحمة. دبس الفلافل أنا رح أكتفي أني أحطه برا مع الصوص كطبخة عشان أطبخ بيه الصوص. بتحبي تعجني شوية دبس فلافل مع اللي هي حشوة اللحمة بصير. أنا بدي أشيك على الفلفل، السلام، تمام الأمور. طيب هلأ بدنا نعجنهم مع بعض. موضوع الثوم موضوع البصل حكينا اختياري، في ناس ما بحبوا الفريش، عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي بالمعدة إلى آخره، مو غلط تستبدليه بشوي من اللي هو الباودر، مش غلط بطلع كتير طيب وزاكي. تمام هيك رح نعجنهم مع بعض، شايفة رح أدعكهم مع بعض عشان ياخد نكهة دبس الرمان، ما بيطلع حامض كتير بس بيطلع فيه حموضة خفيفة صراحة كتير طيبة. فهيك صارت عندي أنا الكفتة جاهزة. بالأول وبالآخر الخلطة اللي أنت بتحبيها عمليها، أنت بس خدي المبدأ البهار اللي أنت بتحطي اعملي، مش شرط تلتزمي في اللي أنا بحكي. تمام هيك صارت معانا الكفتة جاهزة، رح أشيلها على جنب وأروح. هلأ هذا الفلفل صراحة مش دايما موجود بالسوق وغالبا ما إله مواسم معينة، فأول ما شفته مبارح ما قدرت أني ألف وشي صراحة، لأنه هاي الوصفة كتير طيبة وكتير إشي مرتب، وممكن تستخدميها تقدميها بصحون الفخار صراحة. أنا جبت الأحمر والأخضر، بدك تغسليه كتير منيح من إيدين المزارعين والخضرجية والرف والمحل إلى آخره، فبدك تدعكيها كتير منيح من برا، وخلي منطقة التاج أولا شكلا وثانيا هي اللي رح تمسك للثمرة، فهي رح تصير عبارة عن صحن صح؟ رح نفتحها بالسكين، أنا خليت واحدة مسكرة عشان تشوفي قديش نسبة البزر اللي فيه، ولو ضل البزر اللي فيه صراحة ما بيعطي مرار زي حبة الفلفل الرومي اللي أنا وياك بنعرفها. فهلأ أول إشي بتمسكيها ما تطلع على الشكل اللي أنت بدك إياه، شوف الحبة كيف بتقعد صح براحتها، لحتى هي هاي كمان أنا أستخدمها كنوع من أنواع التقديم. فهيك هي تمام. إذا أنا بدي أبعد تقريبا 2 سنتي عن منطقة التاج وبالوسط فقط، بعدين شوي شوي ما بدناش نخرب الحبة، شايفة منطقة البزر اللي فيها، إشي بسيط جدا، بس من عند التاج رح أشيل هذا الأبيض اللي جوا اللب عشان ما يعطيني مرار على اللحمة فقط. هل بغسلها؟ ما في داعي، الفلفل الرومي أو فلفل قرن الغزال بيحتوي على نسبة كتير كبيرة من السوائل، فإحنا ما بنخرب طبختنا. رح نجيب شوية زيت بدون ملح ولا فلفل، أنا عندي الكفتة ريدي تمام هيك بهالشكل، وبعدين يا ستي العزيزة رح نجيب اللحمة، وقوي قلبك وحطي كفتة. صباح الخير يا فطوم. ألو ألو، صباح الخير. أهلا، صباح الورد والياسمين.
كيفك؟ هلا. اهلا ست الكل، هلا حبيبتي. كيفك؟ شو الاكلات الزاكية؟ عجبتك الوصفة؟ اقتنعتي فيها؟ بجنن الوصفة، بجنن زيك. حبيبتي بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا قمر، اهلا وسهلا. قولي شو طبخين اليوم انتو؟ راحت فطوم. تمام، اذا احنا حطينا اللحمه تقريبا بدها توصل، يعني بدها تكون ناقصه الربع. شوفي هي ناقصه الربع تقريبا، ما تضغطيها كثير، خليها براحتها. بعدين حطيت قطع بندور عليها شكلا وطعما كمان، بعدين شويه زيت حطيت عليها من الخارج ومسحت حبه الفلفله بهالشكل او اللي هي الفلفل الاخضر. نفس الشيء، شيء خفيف من الزيت. كمان مرة بنجيب كفتة، هيا هالطريقة. وبعدين بدنا نستخدم بس اللي هي حبات البندورة الكرزية، هاي اختيارية صراحة، شكلا والطعم كمان صراحة بيطلع غير شكل. وزي ما حكينا من برا رح نعمل عليها هالأمور هاي من نقاط زيت النباتي. بعدين يا ست العزيزة بتحطيها ببايركس، بتحطيها بصواني فرن، يعني هاي أمور شخصية واختيارية ترجع لك أنت أدرى فيها. ولكن أنا بفضل اللي هي الصواني اللي نفسها بدك تقدمي فيها حبة الفلفل. رح نقول لك إياها لحتى تقدر تشوفيها طريقة حلوة. ورح أحشي كمان واحدة من الحمرة وراح ارجع احط فيها شويه زيت. وفيكي تخترعي، ممكن تحطي فيها لحمه مفرومه وفاصوليا حمراء، ومن برا تعملي لها تغليفه من التشيدر تشيز والبيض وشبس التوريتوز، ويصير في عندك فلفل محشي على الطريقه المكسيكيه بحشوه مكسيكيه على طريقه التاكو مثلا. هلا هاي عاده الشباب الطيبه شاطرين كثير بالمشاوي، بجيبوا الفلفل الحار الاخضر بيفتحوا من النص بالسكين، وبعدين ايش بسوي؟ بحشيه من لحمه الكباب وبرميه على صراحه على الفحم. يا سلام، طعم رهيب جدا جدا جدا، غير شكل بتكون صراحة. فممكن تستخدم الفلفل الحار للناس اللي بتحب الأكل الحار نوعا ما. شايفين ما أحلاها؟ إشي غريب بس كتير طيب صراحة. بعد هالطريقة صارت معاي جاهزة، رح نروح يا ستي العزيزة ونعمل الصوص اللي بدي أطبخ فيه. هلأ عصير البندورة، يا بتجيبي بندورة وبتعصريها، يا اما مطلوب منك شغله واحده اللي هي تجيبي المعلبه، هاي بتزبط وهاي بتزبط. بهالوقت رح نجيب اللي هي كوب من عصير البندوره، ورح نجيب معلقه بس، انا بدي نكهه ما بدي مغالاه بالنكهات. رح احط معلقه كبيره من دبس الرمان، وبعدين رح اجيب دبس الفلافله. اذا بدك تعجني دبس الفلافله مع الكفته من جوا بصير، يعني هاي امور شخصيه. هاي دبس فلافلة، وكمان أنا بحاجة لطعمة على الصوص، فرح أحط شوية ملح من الكسيح لأنه الفلفل عندي حلو، يعني ما تنسي الفلفل حلو فبده طعم. ورح أحط شوية فلفل أسود، وبعدين أحركهم كتير كتير منيح سواء لحالهم أو مع مي مغلية. أنا حاطة شوية مي أصلا، ممكن أزود بنفس الطبق بهالطريقة. لازم تختلط كتير منيح فبطلع عندك الصوص هيك، احنا بنحكي عنه معقود، بمسك حاله كتير منيح بالطبخة، وكمان بيكون مناسب اني انا اعمله كصوص جانبي للارز. عم تشوفوا امامكم طحين وسميد الجمل ومعكرونة ونودلز جوستو، بالإضافة لبهارات إسناد، بهارات سعودية. المعكرونة أردنية والطحين والسميد أردني، وبتم توريده بشكل كتير كبير لمختلف الدول العربية، فهاي صراحة نقطة تحسب للجميع. أما منتجات الكسيح فهي مشخصة بالمصنع بالزرقاء، فالله يعطيهم ألف عافية جميعا وللأمام دوما. وممكن البخاخ الزيت اللي عم تشوفيه أمامك يساعدك كتير في موضوع اللي هي بدل ما تستخدمي الزيت صب إنك أنت تستخدميه كبخاخ، كتير أحسن. تمام. هلا انا شو عملت؟
خطفتوا مني المنظر. هاي هلا بتشوفوا كيف طبخناه بهالطريقه وكيف الفلفل ماسك حاله والمي اللي تحت من وين اجت؟ هي المي هاي من الفلفل. تمام. هلا شو بدنا نساوي؟ بتجيب شوي من الصوص بدنا نحطه بنص حبه الفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، كرمال انا اطبخ اللحمه من جوا بهالشكل. بعدين انا ما بدي اسلقه طبخه، ما كان طبخته بطنجره وريحت راسي بدل ما احطه بالفرن، بس احنا القصد انه انا بدي اعمله محشي بالكفته اخذ نكهه، بس بدي الحبه زي ما انا اشتغلت تكون من الاساس واضحه معي. فرح نجيب الصوص لمنطقه الوسط فقط، فحتقولي لي كيف رح يستوي من فوق؟ من جوا رح يستوي ما تخافي على درجه حراره الفرن وعلى سوائل الفلفل، من تحت رح يستوي على بخار المي وعصير البندورة، وبعدين لما بستوي بتشوفيها بالشوك استوت، اكشفي عنها الفويل أو القصدير وخليها تتحمر عشان ترجع تاخد لون والصوص هذا يتسبك وتتبخر المي. هي فكرة كتير لذيذة صراحة وممكن إلها يكون أفكار كتيرة، بس انت بتقدري تاخدي المبدأ بالأول وبالآخر. بالنسبة لطريقة التقديم رح نستخدم شوي من الأرز البسمتي الأبيض وفلفلنا مع شوية اللي هي الشعرية المحمصة، وحكيت لك دائما الشعرية عشان تهربي من موضوع التحميص والوقت، أكتر إشي بيساعدك في هالموضوع إنك تحمصيها وتحتفظي فيها بمرتبانات زجاجية. بالبرد أوكي خليها بالمطبخ، بس ممكن يتغير طعمها مع الشوب، خليها في التلاجة بالرف. أول ما بدك تخطفي كمشة وبتحطيها للشوربة، أو إذا بدك بتصير أنك أنت كمان تحطيها للأرز. خليني أورجيكم الفلفل الأخضر. طبعاً الفلفل الأخضر بيستوي بطريقة كتير أسرع من الأحمر، لأنه الأحمر خميل كتير أكتر من الفلفل الأخضر. لما فتحنا عنه القصدير وخلينا تحت الشواية اتبخرت مية الصوص، اتحمر معاي الفلفل وكمان عندي الصوص صار تقيل، فانت لو تشوفي كيف رح يصير مناسب انك انت تحطيه جنب أرز. هاي حطينا الأحمر كمان تحت التحمير عشان يعطيني لون حلو ومناسب، وأكيد بدي أرجع أذكر بقهوة نجدية، هي قهوة سعودية نسبة إلى نجد بالمملكة العربية السعودية، قهوة سعودية بالإضافة لأنها شقرة أو في ناس بيحكوا عنها الخضرة بنكهة الهيل والزعفرة. يلا رح نبلش إحنا نجهز لتقديم صحننا بالشكل النهائي، بيكون تحمر معاي الفلفل الأحمر وصار جاهز لحتى تشوفوه معاي على الشكل النهائي. على فكرة كثير منكم بعتولي بيسألوا عن الفريكة، الكسيح عندهم فريكة طبعا وهي مسولة جاهزة، بس انت بتغسليها وجه فقط واحد. يا صباح الخير يا أم صبحي حبيبتي، كيفك يا عمري؟ أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا. كل انت يا أمورة انت حبيبتي، من بعدكم يا أمر. انت دائما عم نجد يعني بنحطك على راسني، يعني يسلم راسك، والله انتوا اللي فوق الراس حبيبتي، انت البركه يا امر. ابو صبح كثير بيسلم عليك وبكل والله، وانا بسلم على ابو صبح كثير قولي انا معك سامعتك. والله كلنا بنحبك ومنريدك حبيبتي، ان شاء الله يا ربي بتختاري السعاده دائما. كل يوم تعطينا اشياء بتجنن، الله يا ربي يديمك علينا يا ربي. حبيبتي ويديمكم. امورك تمام؟ عم بتحسي انه في توليفه بالوصفات؟ احنا وحابين نشوفك. بتشرف والله. من وين بتحكينا يا ام صبحي؟ انا من عمان حين الزال. اهلا وسهلا، والله بنتشرف فيكم حبيبتي. حبيبتي انا صديقه عندكم دائما بحكي معكم. انت ست الكل وراس المال، الله يديمكم حبيبتي. الله يسعدك، شكرا لك يا عمري حبيبتي، يسلم ايديك يسلم ايديك. اهلا وسهلا حبيبتي ام صبحي، وسلامه لابو صبحي، ان شاء الله بضل لك يا قمر. خلينا نشوف الفلفل. الله يا سلام لكل حبيب وغالي، اروح اجيب الطبق اقدم صحني. يعني هي ممكن انت على فكره اذا ما بدك تخليها بهالشكل ممكن تشوحيها، يعني انا حطيت صراحه
اللي هي إذا أنت مستعجلة وبدك تستعجلي بسرعة ما بدك تطبخيها على الغاز. أنا حطيت البان على فكرة ونسيت أحكي لكم هاي الخطوة. ممكن نخلي المقلاية الجريل، أنا عندي الفرن خربان خلص الغاز كان على الكهرباء مش شغال، بتحطي نقطة زيت وبتشوحي الفلفل على كل وش وبعدين بتخليه بالكسرول نفسه وبتغطي الغطاي وبتطبخيه على عين الغاز. يعني هي كمان طريقة كيف تطبخيه إذا ما بدك تشتغلي بالفرن أو عندك أنت ضيوف والفرن معجوق وميت طبخة موجودة جواه إلى آخره، يعني ما بتخلى الأمور. فممكن هاي كمان فكرة من الأفكار إنك تشوحيه على جنب بعدين تطبخيه على الغاز. يلا رح نحط الرز البسمتي ينفلفل مع الشعرية. تمام هالطريقة. بعدين بدنا نسطح الخبز الرز. هلا هي زاكي بخبز صراحة، زاكي مع رز مفلفل، يعني أنا أطيب الأشياء شعرت إنها صح هي الرز صراحة أطيب إشي. رح أروح أجيب الفلفل الأحمر، خلينا نشوف شو صار فيه. يلا ابن عمي ها، يا سلام. في كتير إلهم ستات يعني بس شوفوني بيقولوا لك لك مراء رهيب بالطبخ. هي مش موضوع مراء، هو الطبخ فن، فمن كان بيستمتع بشغله بتخصصه بمجاله بتفنن زي ما بقولوها. فهي مجرد افكار، ولا بالاول وبالاخر الفلفل فلفل، يعني في ناس بحطوا مثلا الكفته بكبكبوها وبحطوا عليها شرايح بندوره وبصل بطاطا ايا كان، ممكن فلفل رومي. احنا حطينا المره هاي الكفته جوا الفلفل، بس يعني هي مجرد فكره مش اكثر. ننظف صحننا بالشكل النهائي وبعدين بدنا نبلش نحمل بحبات الفلفل. وتشوفي معاي كيف حب الفلفل حامل حاله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، رح نيجي من عند منطقة التاج لأنه هي الأتقل، ونصفي السائل أيوة ونيجي فيها على طبق التقديم كمان مرة. هنلف الصحن من عند منطقة التاج وبكفكير سطاح نحمل فلفلة نروح فيها على طبق التقديم، وممكن نستخدم إيدينا فقط ونحمل حب الفلفل بهالطريقة. تمام نجيبها زي هيك عشان نعملها وردة باستخدام الفلفل الأخضر. أوف نار الأكل. تمام هيك بعدين رح نروح نجيب الفلفل الأخضر، نجيب هيك الطبق نرجع بنحملهم بالعكس. بهالطريقة. ياس اوكي تمام. اذا احنا وزعنا الفلفل اللي محشي كفته زي ما انتم شايفين بهالشكل، وحطينا فيه حبات البندوره، وهذا الصوص المعقود هو هذا السر، اوعك تستغني عنه نهائيا. اول شيء هذا بيكون هو الدب او التغميسه اللي رح يكون جنب الطبق. رح نطلع فاصل، هي شايفين كيف عائد مش سايب بالمره، ونكهه الدسم والبهارات والفلفل فما رح نستغني عنه ابدا. رح نطلع فاصل، طبعا انا رح احط اللوزات بلاش انساهم. فيك تحط اللوز بس على كل قارب من القوارب، كل قارب من قوارب الفلفل والكفتة، وبعدين نقدم طبقنا بشكل متكتك ومرتب بيستاهل الناس الطيبة. قد يكون شكله مش بريزنتابل بس الطعمة رهيبة للناس اللي عندها جرأة أكيد بتطبيق الأطباق، وبتحب كمان يكون في عندهم توليفة جديدة بتحضير أطباقهم. تمام
استخدمنا شوي من البصل الأخضر الكيرلي، ممكن شوية بقدونس مفروم برضو كمان بيزبط، وكمان رح نكملها بشرايح من الليمون لأنه إشي كتير طيب، وفي ناس بحطوا جنبها دب اللي هي قطع أو شوية يعني معلقة من دبس الرمان، ولكن هاي أمور شخصية بالأول وبالآخر لست البيت بهالطريقة. وبعدين رح نجيب الكفكير وناخذ من الصوص اللي موجود بقاع الصينية بهالطريقة، ونسقي على حبات الفلفل فوق الأرز. وصحة وهنا وألف عافية على قلوبكم، إن شاء الله بتاكلوه بالهنا والسعادة وراحة البال. رح نطلع لفاصل ننظف صحننا. طيب احنا لسبب ما مضطرين انه احنا نختم البرنامج ونختم برنامج المطبخ، ولكن القلب والعقل عندكم ومكمل معاكم اكيد. الطبق الثاني المقادير زي ما هي رح نغلفها ونحطها بالثلاجة لحتى نطبقها انا وياكم غدا ان شاء الله بوجود طبق من الكبسة السعودية مع قطع اللحمة. فنفس طويل ونشوفكم غدا ان شاء الله بنفس التوقيت. الى اللقاء.